تعالوا نرد شوي على عالم التصوير. قديش في كتير أشخاص حابين يفوتوا بالمجال بس بينتهي فيهم المطاف، إنه هن يحسوا حالهم إنه هن فاشلين، ما بيعرفوا يصوروا، ما بيعرفوا يحملوا كاميرا، بالكاميرا اللي اشتروها بيخلوها بالجرور وينتال عليها غبرة، مع إنه هدول أشخاص عندهم potential، عندهم مهارات، عندهم قصص، بس طريقة تلقيهم للمعلومات، طريقة تلقيهم إنه أنا كيف أتعلم وطور مهارتي بالتصوير إن كان صور ولا فيديو، عم بتكون كتير هيك هجومية وكتير حدة وكتير هيك خبط، إنه إذا ما عملت هيك ما لحقت القوانين، ما عملت rule of thirds، ما بتعرف الإكسبوجر والوايد بالانس والايزو والقصص، أنت يعني فاشل. هذا الشيء أبدا مش مزبوط. الصورة هي أكتر من هول السيتينجز. لما واحد يكون عنده فكرة بعدين بيطبق السيتينجز، يفكر يبطأ شوي شوي، وهيدي مشكلة هلأ اللي صارت نحن بالعالم الديجيتال، إن الكاميرات تغرب تصور ورا بعض، دغري عم تشوف الشاشة عم تشوف الريزلت، بينما لو واحد بس طول بال ورجع مثلا مثل أيام الفيلم كاميراز الأفلام يكون عنده بس 36 صورة بكل الفيلم، ياخد وقته الواحد كيف يفكر الصورة، يتأنى، خاصة أول فترة هو وعم بعده عم يتعلم، طب ليش هيدي هيك، ليش هيدي هيك، طب كيف الضوء، ليه الضوء عم يعمل هيك، ليه الضوء عم يعمل ريفلكشن، طب أنا ليش هيك الضوء طالع على أصفر هون، ليش هي على أزرق اليوم. يفهم الضوء، يفهم العالم حواليك عم بيشتغل، يفهم كيف كل شيء عم بيكون في soft light warm light، يفهم الفكرة، بعدين يغلط. لازم يغلط الواحد وما يرد على حدا، يعني حتى مع احترام الأهل ما يرد على أشخاص إنه أنت صورتك ما بتتصور، شو هيدا اللي هون في عندك غلط، هون عندك كذا، لا مش هيك، لازم تمسك الكاميرا ومنا زبطة rule of thirds، زبطها عملها framing. هولي ايه، هولي قواعد، مثل لما واحد يكون عنده قواعد بالسباحة، يكون عنده قواعد بركوب الخيل، بحيلا رياضة، بحيلا شي في قواعد، بس لما واحد casually بحياته اليومية رايح يتسبح رايح كذا، ما بفكر بال كيف أنا بدي أختص وكيف بدي أزبط الهيدا، إلا إذا هو خلص قرر يشق طريقه لهنيك. في عنا الأشخاص اللي بتحبها كهواية أو كوسيلة لتوصل معلومة، ممكن هني بدهم إياها لرسل اليوتيوب، ما بدهم كتير يفكروا بالستينجز وكذا، بدهم يحطوا يعملوا ريكورد ويحكوا ويشاركوا فكرتهم. وفي أشخاص شوي انثوزيست أكثر حابين يفوتوا بالموضوع أكثر، وفي الاحترافة، وفي بين كل هول المراحل، مثل ما واحد بيرسم رسمة هيك، مثل ما بيلونها هيك، بيلونها مثل ما بده هون. يعني أنا دائما بقول للتلاميذ اللي أنا بعلمهم إنه يجيب الكاميرا وينزل يصور دغري، يحط على الأوتو وينزل يصور، يقعد يجرب يصور الصورة طلعت فاتحة، طب بقول له طب ليه فاتحة الصورة، بقول له ما بعرف، طيب جرب كبوس هون، عمل له ماينس اكسبوجر اللي هو اوتوماتيك، هي الاكسبوجر كومبنسيشن ماينس بلس، مثل ما نعمل تاب على الايفون او التليفونات ننزل ونوطي الصورة شوي شوي، من وراء الغلط اللي هو عم بيقع فيه او من وراء المشكلة اللي عم بتكون عم بتواجهه، مثلا ما حابب الفوكال لانث، ما حابب بدي يخفف البلور، كون العملية التعليم بالعكس، خلي هو يفكر ليش انا بدي اتعلم هاي الشغلة ليعرف يصير يطبقها، بس نجي نحن من اول سيشن نقعد نقول له يهون كلهم للسيتنجز ويطلع يلا روح طبر حالك، حيبطل بده الزلمة يكمل الطريق تاعيته ولا المسيرة تاعيته، حيستسلم، اغلب العالم حتستسلم. فهو اهم شيء، ومن روح اهم شيء الواحد يكون عم بيستمتع بالشيء اللي عم بيعمله. وهون بتجي كمان مشكلة تانية، انه لما العالم بدها تبلش تروح على الاحترافية بدها تروح تصير تشتغل بمجال التصوير، كمان ما بتعرف اي طريقة تروح، شو بدها تصير تصور. اخر شيء بتصير انه يلا هي بتصور كل شيء، بيكون شخص بيصور اكل، بيصور حفلات، بيصور سيارات، بيصور كل شيء. الخبرية مش هون، الخبرية انه هو بيعرف انه مثلا ما بيحب يصور اكل كتير، ما عنده الشغف لها، ما عنده الاندفاع لها، مع هيك انه لما تجي شغل على الاكل تصوير اكل بينزل بيصور، بس هو عم بيصور ما بيكون متحمس، ما بيكون له نفس ينزل ويضب العدة ويروح عند العميل ليصور له ليرجع، ما حيعطي نتائج حلوة. في الواحد يتخصص بمجال معين بالتصوير، في عالم بس بتصور حشرات، في ناس بس بتصور طيارات، بتكون كتير خلص يعني عم بيجمع الشيء اللي بيحبه مع التصوير، وعم بيعملوا هيدي البابل، هيدي العالم الخاص فيهم ومبسوطين. في عالم بتكون رضي عند الشغل تبعها وعند البزنس تبعها او عند حيالله شيء،
وترك التصوير أزي هواية منهم مرتبطين ببعض. كمان منه شي غلط لما يكون هو عباله ياخد الكاميرا وبيروح بيصور، بس إذا هول الأشخاص فتولن دغري كب عليه المعلومات حياتهم حيرجع يمسك الكاميرا مرة تانية، والخليني بالتليفون أحسن لي، مالي خلق أقعد أتعلم كل هول السيتنجز وما بعرف شو يضيع. وصار معك كذا مرة أنه إحنا أخذنا كورسز وأخذنا كذا نجل نصور، بلاحظة أنا معي نوتس، هات لأفتح وين السيتنجز، أوكي يعني من هلأ شمس نحن لازم نحط F16 إكسبوجر، ضاعت كل الباشن، ضاع كل الشغف، ضاع كل شيء. صار هو عم بفكر، هو نازل جديد بده يصور قاعد عم بفكر انه متلبك هيدا سيتنج وزوم ما زوم، طب انا بروح بعمل بتكون رحت عليه اللحظه اللي هو حاببها، بينما لو خلى حاله شوي شوي يتطور يتعلم من اغلاطه ياخذ الصوره ما تزبط يرجع يجرب ما تزبط يجرب ما تزبط، بس بيكون عنده شيء. فعالم الكاميرات عالم عم بينقل لك قادر ياخذ يحفظ اللحظه اللي انت شايفها قدامك ويحطها بهذا الفيديو او الصوره لترجع تاخذها بعدين تعلقها تعمل لها اديت تحطها من ضمن قصه. بس اذا كل تفكيره الشخص عم بيكون كيف بدي انا اتحكم بالكاميرا مش حيوصل الشخص، طالما هو بينه وبين حاله بيحط الكاميرا على الاوتو ويصور مبسوط وعم يطلع نتائج ممتاز. لما يحس حاله صار خلص جاهز لهو يطلع خطوة يطلع خطوة يطلع خطوة ليوصل للاحتراف، اوتوماتيكلي ما بقى هو حيقعد يفكر كيف بده يزبط السيتنجز، حتصير تجي منه لحاله، حصير هو لحاله يفكر الضوء كيف عم يشتغل، وهون لحاله الريفلكشن عم بيكون مش انه تعال شوف يلا خد هيك عم بالطعمية بالملعقة للواحد انه انت جاي الضوء هيك بدك تحط ريفلكتر هيك جاي الضوء هيك بدك تحط منا هيك يعني هيك في دائما يعني لما تصير معه مشكلة انه انا طب ليه ما عم تزبط معي حاطت هيدي هيك وحاطت هيدي هيك حاطت الضوء حاطت ريفلكتر الصورة ما حلوة، طب انا هيك علموني لازم احط هون وحط هون ما عم بزبط معي. في كتير قصص بتختلف لما واحد يتعلم بالستوديوز تعولون انه واحد ينزل على ارض الواقع، بين لما واحد يتعلم انه انا كيف افهم الضوء كيف انا افهم الصورة كيف افهم تركيب الصورة ليش هذا الشيء عم يزبط ليش هذا الشيء عم يزبط. ساعتها حط الضوء وحط الريفلكتر ما زبطت، اها لكن في شيء انا لازم اطفي ضوء الغرفه، لازم انا اظبط شغلي هون، لازم انا ميل الصحن، هيدي القطعه عم تعكس الضوء اكثر من هالقطعه. بده واحد يكون اوير وعارفان شو عم بيصير حواليه. بالنهايه انه كل واحد عنده رحلته الخاصه عنده طريق خاص، في عالم بتاخد معها سنين رحلة عيتها، في عالم بتكون معهم عندهم إياها كتير سريعة، ومش غلط. ما يقارن الواحد صوره بصور غيره، أو أنا وين هلأ أنا أخذت سانسات أخذت غروب الشمس، ما يقارن اللي يروح عند رفيقه كيف أنت أخذتها، خلص يقارن حاله بحاله. أنا أصلا عندي فيديو فيكم تشوفوه هون، أنا كنت عم برجع أراجع صوري أنا زمان كيف كانت وكيف هلأ صوري صارت، في تطور كتير كبير صار بالصور. وبوقتها أنا بتذكر إنه لما أنا صور هالصور كون طاير من الفرحة مبسوط، مع إنه عم خبص يعني هو اللي ما خصهم بشي خصهم بالقواعد، كنت عم كسر كل قواعد التصوير بس كنت حاببها، كنت أنا عم بحب الشي اللي عم بعمله مبسوط، هذا أهم شيء وهذا اللي خلاني أنا أستمر بمجال التصوير. والحمد لله هلا انا هي شغلي الاساسي، وبعدني لهلا لما انا ما يكون عندي كلاينتس ما يكون عندي شيء وعبالي بنزل بصور وممكن خلي الكاميرا على الاوتو ما لنا ازمه. لما انا اخلص لما احس الاوتو مثلا ما عم بيلبيني دغري بعرف ليش برجع مثلا بعمل بحط شويه مانيوال وبعدين برجع بكمل الاوتو، صار اغلب الوقت منه مشكله. فما في جواب واحد لكل شيء، ما في فكرة واحدة لكل شيء، ما في قاعدة واحدة لكل شيء، نحن نتعلم القواعد بعدين منشوف كيف فينا نحن نطلع عن هول القواعد بطريقة مزبوطة ضلنا قادرين نوصل الرسالة يلي نحن حابين نوصلها بكيف ما نحن فعملنا جربنا قواعد
المهم اذا رسالتنا نحن عم توصل مزبوط، اذا الشخص اللي عم بشوف الصوره او الفيديو سواء تسبب له الفرح، تسبب له الزعل، تسبب له حلا شعور، it's the same. مهم واحد عم بيقدر يوصل الفكره للشخص اللي بده يوصلها. في عند رفيقه اخذ كاميرات ديسبوزبل اللي هو بيكون فيهم فيلم خالص، بيكون للاستخدام مره واحده، اخذهم على مثل مخيم للاشخاص اللي بحاجه لرعايه كثير يعني، من كنشاط اجتماعي كان فيه، عطيو مجموعه الاولاد كاميرات حول الديسبوزبل وقالوا لهم روحوا صوروا شوفوا قد ايه انبسطوا، قد ايه كان طاير عقلهم، بدي اشوف اذا حقدر احط كم صوره من هول الصور بهذا الفيديو. طب هول الاشخاص هول الاولاد لو واحد رجع كمل لهم هيدا الشغف اللي نبع من عندهم وخليهم يكملوا بهيدا الطريق ويقعدوا كتير يجربوا ويغلطوا. فالفكرة اللي أنا حابب إن هي واتركها معكم إنه طبيعي إنه الأشخاص تحكم عليكم وتقولكم إنه دغري بيجوا أسلوب هجومي، إنه أنتوا عم تعملوا غلط لازم تعملوا هيك، أنتوا عم تعملوا غلط لازم تعملوا هيك. هذا الشيء كتير بيحبط وبيخليكم تحسوا حالكم هالقد، مع انه خلص خليكم بينكم وبين حالكم تعرفوا ان انتم لا، انا يوم عن يوم عم طور حالي، يوم عن يوم عم بوصل لان انا الشيء اللي بدي اياه، وبعدين الامور بتمشي لو كانت معصلجة او طريق. بس بالنهاية لما واحد ما يرد على العالم ويضل هو حاطط بباله انا بحب هالشغله بدي اقلع فيها بدي اعطيها كل اللي عندي، لو مع الوقت حيقدر يوصل الواحد لهالطريق اخر شيء. ف يلي كان عم بيحضر اللي عم بيحضر هالفيديو وعنده كاميرا بالجرور يرجع يطلعها، يرجع يصور فيها على الاوتو، ما يفكر بالسيتنجز، خليه يفوت ويغلط وينبسط بس بالصور. حتى لو يعني وصل لمرحلة الواحد انه انا عم باخد الكاميرا وعم صور فيها وعم بنبسط وانا مبسوط هون، انا ما بحاجة بقى اطلع اكثر من هيك، انا عندي حياتي عندي اشغالي، بس انا لما حابب صور وعم باخد البدية، هو لما يرجع يحس حاله انه انا حابب طور بيرجع بيطور. بس هون ما علق حاله بي settings first بعدين صور، لو كان في settings first بعدين صور فهيك. انا بس هيك كنت حابب احكي على هالموضوع، فخلوا هالفيديو اعملوا له سيف، لما ترجعوا تحسوا حالكم انه بدقيقه منكم حاسين حالكم انه انتم عن جد مبدعين، ارجعوا احضروا هالفيديو وحضروا للاشخاص اللي عم بيهاجموكم بيقولوا لكم انتم شو بدك من الموضوع، مش حتوصل، صافي غيرك مليون واحد بصور، انت هلا شو حتقدم شي جديد، انسوه للعالم كلياتها، فكروا بحالكم، فكروا بكاميرتكم، لو بالتليفون، لو بحيلا شي، كملوا الخبرية عشان يلي حيجي من بعد هذا البرزيستنس المثابرة حيكون شي كتير حلو. فمع هيك نشوفكم فيديو تاني.